خلينا ناخد حكاية صورة صورة وتعليق سريع عن خلينا نشوف أول صورة. الصورة هي ديت بتاعت كان في اوضه اللبس اللي كان الدوري لما اخذنا الدوري. كان دي بالنسبه لي كانت حاجه جميله جدا، اول دوري بحققه مع نادي الزمالك. دي طعم تاني. ليه طعم تاني يعني. دي كنا في اوضه اللبس. خلينا نشوف الصوره اللي بعدها. ديت بعد جون محمد صلاح. كانت فرحه بيننا وعمر جابر، حتى الناس كلها قاعده تتعلق، الزملكاوي بيفرحوا مع بعض، هم بيفرحوا في حته وانا وعمر جابر في حته تانيه خالص. خلينا نشوف الصوره اللي بعدها. شيكابالا كان ماتش الاتحاد، وقلت له يا شيكابالا انت هتجيب جون، والماتش ده فعلا جاب جون، وقعدت اقول له انا اللي قلت لك ومش عارف ايه، وفعلا جاب لي ملك ايباد، ملك ابنك. حلاوه الجول. والصوره دي ابو مكه ده احسن واحد في الدنيا بصراحه. يعني انا من الناس اللي انا بموت في محمد صلاح، الحمد لله انا متواصل معاه وبكلمه. يعني ليه فضل برضه كبير عليا يعني بصراحه. يعني هو واقف جنبي في وانا الفتره اللي كنت بلعب فيها في النادي المصري، كنت انا بتمرن الفتره ديت معاهم في المنتخب. اصر ان انا اكون موجود معاهم في الجابون، ودايما كان محتضنني في الجابون، ودايما كان معايا، وبشكره طبعا. محمد صلاح نجم كبير، واتمنى له هو ياخد احسن لعيب في العالم ان شاء الله. شوف الصوره اللي بعدها. دي بعد اللقطه اللي انا طلعتها من الجون، كان طبعا اخدت فيها في احسن لقطه في افريقيا. طبعا اللي انا ما حدش يعرفه ان انا كنت بلعب الماتش ده وانا ظهري اصلا تعبني. حدش كان يعرف ان انا كان عندي اصابه في ظهري. كنت حتى انا لو جبت اللقطه وهي فيديو هتلاقيني لازق ظهري من ورا بلزق كده. بس طبعا الحمد لله قدرت ان انا اللقطه عمرها الحمد لله بالنسبه لي انا على مستوى الشخصي عمري ما انساها. يعني دي صحيفة ديلي مال الإنجليزية الصفحة اللي قبل منها الصورة دي. الكابتن حازم إمام قبل ماتش نيجيريا في أوضة اللبس في ملعب إنبي، كان طبعا أنا بموت فيه جدا جدا جدا، وكنت من حظي اللي أنا ما لعبتش معاه، كنت نفسي ألعب معاه. شخصية محترمة، أتمنى له التوفيق من محبوب جماهير نادي الزمالك. أنا اللي طلبت اللي أنا أتصور معاه. تعلب. تعلب فعلا. دي واحنا في الجابون بعد ما كسبنا ماتش غانا. بعد ماتش غانا. الصوره ديت كنا احنا بنعمل استشفاء في البسين في الجابون، وطلبنا ان احنا نتصور مع بعض يعني. خلينا نشوف الصوره اللي بعدها. دي في استاد القاهره قبل ما دي كان قبل مسافر، واحنا رايحين نسافر الجابون. كنا طبعا صوره جماعيه في موجوده في استاد القاهره، كان فيها لعيبه كتير جدا، حتى محمد احمد جمعه كان موجود. لعيبه كتير جدا يعني. فيها عنصر نسائي. ناس مظهر حبيبتي. دي محترمه جدا. دي كانت بتتعب جدا في المنتخب. الصوره دي. الصوره دي الحمد لله انا في بيراميدز طبعا. من اسيوط البيراميدز، كنت انا كابتن فرقه. انت شايفه ما شاء الله لعيبه عامله ازاي، لعيبه كلها نجوم. كان في حوالي 7 لعيبه من الاسيوطي كملوا مع نادي بيراميدز، وادينا بشكل كويس. انت شايفه الطقم كله، كمان كان في كينو، كان في رودريجينيو، كان في كارلوس وهيبامار. كان فرقه تحس ان ده الفرقه لازم ياخد دوري. طبعا الناس كلها كانت مستنيه ان احنا ناخد الدوري، بس طبعا حصل ظروف يعني. بيراميدز عمل قلق في الموسم ده. طبعا هو كان معمول بصراحه، عمل طفره كبيره في الكره المصريه، وخلى ما شاء الله اللعيبه بقى لها سعر يعني. اخر صوره. دي في ماتش طبعا عمري ما انساه الماتش دوت. كان ماتش غانا، كان ماتش نيجيريا العوده هنا، والحمد لله كسبنا 1-0. الماتش دوت كان طبعا انا اول لما دخلنا كان الاستاد كله مضلم، فوجئنا كله اللي هم كشافات منوره بتاعت الموبايلات، طبعا اتخضينا. كان ليا فرحه كده فرحتها في بعد الجون من الفرحة، أنا فكي فضل وجعني لمدة 3 أسابيع. دايما الصور ليها ذكريات، ما بين ذكريات جميلة وذكريات بلاش نقول حزينة، تقلب المواجع شوية. لكن لسه الأسئلة بتاعتنا ما خلصتش، ولعبتنا لسه ما خلصتش. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين.